ابتسامة طفل رضيع. أمي أمي أنت جميلة، أمي أمي أنت رائعة. السلام عليكم. سعدية بن عزيز، رئيسة جمعية العمر الذهبي للمسنين، تخصص نشيط المسن. اليوم أول مرة غنديروا ندوة تحسيسية بالنسبة للمسن تحت موضوع الصحة النفسية والجسدية للمسن. هذه بالنسبة للتوعية للناس كيفاش يحاولوا يتعاملوا مع المسن. غيحضر فيها إن شاء الله مداخلات ديال الأستاذ طاهيري من المجلس العلمي، عضو في المجلس العلمي، أستاذ بابا عبد الله إمزري أخصائي نفسي ومستشار أسري، والأستاذ الجامعي سي بقشوش هشام الغني على التعريف. وكنتمنى من الله تكون هذه الاستفادة عامة، وبعض المداخلات ديال بعض الطلبة من الماستر اللي داروا المجاهدات ديالهم المجهودات ديالهم باش يحضروا تا هما هذا الموضوع وغتكون في مناقشات. بالنسبة للحضور يعني واش غيكونوا أشخاص يعني مسنين؟ لا كاينين، لا بالنسبة للمسنين بحال هما فين كنجيبوا مراكز ما قدرناش نجيبوهم، ربما تكون حيت هذه ندوة ندوة التحسيسية للناس اللي غيقابلوا المسنين. اما بالنسبه للمسنين اللي في المراكز كنحاولوا نجيبهم باش للترفيه والتنشيط وهادشي اللي كاين. كانت الفكره انكم ديروا الدواء بحال هذه الفكره؟ حنا ديما كنديروا تحسيسيه في المواقع الاجتماعيه وفي عبر الاتصال مع الناس، حيت حنا من النوع اللي كندوروا في تقريبا بورت ا بورت، كندقوا على الديور المسنين الطبقه الهشه منهم. وكل مره دخلنا لشي منزل ولا شي مأوى ديال شي دار كنحاولوا نديروا معاهم التحسيس، ولكن دابا درنا دعوه عامه بالنسبه للطلبه والجميع وباش كلشي تكون استفاده عامه وافاده عامه، ونتمنى من الله كيف كنقولوا شعارنا رضا الله ورضا الوالدين. بالنسبه للجامع كنحاول اما امكن حيت ما عمر والدينا رماونا حنايا، كي كنقولوا بهذا المفهوم ديال رماونا خلاونا ولا تخلاو علينا في المراكز، حيت حنا مادام كبرونا وحنا صغار حنا غادي وصلنا باش حنا نتهلاو فيهم وهما كبار، ماشي هو ولا الديانات السماويه ولا ربي ولا القران ولا الاحاديث النبويه. ربي وصلنا على الشخصيه الذاتيه للمسن وعطى قيمه للانسان من الصغر الى الكبار. وحنا كجمعيه كنحاولوا ما امكن نديروا تحسيس للناس باش ما يبقاوش يتخلوا على والديهم باش ما كان يهزوهم. هادو اللي عندهم لمن دار دوك المراكز الاجتماعيه دارت بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ماوى من صغارهم، تيكونوا لي زابوندوني ملي تيكبروا تيكونوا المراكز ديالهم، اولا اللي عندهم حالات خاصه اللي ما عندهم اللي كيقابلهم ولا اسر ولا حتى شي واحد. هشام بقشوش استاذ وباحث في علم الاجتماع. اذا بالنسبه لهذا الدواء اللي كتهم فئه وشريحه المسنين، نتناولوا المقاربه الاجتماعيه، كيف هي اتجاهات المغاربه تجاه المسنين، كيف يعيش المسنون القلق الاجتماعي، وكذلك كيف تدبر هذه المرحله داخل الاسره داخل المجتمع، ثم كذلك شنو هي السبل الكفيله باعاده الاعتبار لهذه الشريحه من المجتمع. اذا اهم الرسائل، اولا الالتفات الى ان هذه الشريحه العمريه ليست بشريحه اللي هي في خريف العمر، بل هي شريحه ومكون اساسي من مكونات المجتمع. الامر الثاني يجب اعاده الاعتبار لها داخل الاتجاهات ديال الاسر خاصه لدى الطفولة، ثم النظر إليها كقيمة باستثمارها وجعلها من الشرائح النشيطة وليست التي تحال على التقاعد أو التي تحال على مراكز الرعاية الاجتماعية أو التي لا يؤبه إليها أو تكون لها أنشطة، ثم كذلك أن تكون لها مؤسسة ترعاها، بما أن لدينا مراكز دور الشباب عند مراكز الاطفال يجب ان يكون هناك مراكز للاشخاص اقول في العمر الذهبي ليس المسنين. ثانيا انه بالنسبه للقضايا ديال المسنين يجب ان تكون على المستوى السياسي، ان تكون حاضره في البرامج الحكوميه، ثم بالنسبه كذلك لهذه المرحله يجب ان تعمل الاسر على اعدادها منذ الطفوله حتى لا تكون هي تلك المرحله التي يشتكي منها المغاربه ولا يرغبون في عيشها، مما يجعل المسنين يعيشون ما يسمى بالقلق الاجتماعي والقلق المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الاسم عبد السلام الطاهري، عضو المجلس العلمي المحلي لمدينة سلا. لأول مرة أشارك في هذا اليوم العالمي للمسن بجمعية العمر الذهبي للمسنين بالرباط، ومناسبة عظيمة ترجع للمؤمن وللمسلم بصورة عامة
روح الأخوة وروح التضامن وروح التعاون، بل تذكر المؤمن بالاعتراف بالجميل. وأول من نعترف بجميلهم ونعطيهم حقهم كامل هم الآباء، الأب والأم، بشهادة القرآن الكريم الذي يوصي الأبناء بآبائهم في 3 آيات كريمات، وهي قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. بينما لم نجد في القرآن الكريم آية واحدة الله يوصي فيها الآباء بأبنائهم، لأن الله سبحانه طبع الآباء وفطرهم على رحمة أبنائهم. أما الأبناء متى يعرفون رحمة الأبوين؟ حينما يصبحون هم بدورهم آباء. ولذلك هذه الجمعية وأمام هذه المشاركة لأساتذة متخصصين في علم الاجتماع، في علم النفس، في علوم التربية، كانت مداخلات مفيدة جدا، وأشعرت الحاضرين بالتضامن والتكافل ورعاية الآباء، بل الإحسان إلى من هم في دور العجزة بما تيسر الله من المساهمات المادية الرمزية. ومداخلتي كانت بعنوان أو كانت تحت عنوان: المسنون هم ريحانة الأسر المغربية. لأن الأسرة المغربية حينما يكون عندها مسن، فهذا المسن يرجع إليه الأبناء، ويرجع إليه الحفادة، ويرجع إليه الأصدقاء للإفادة من تجربتهم في الحياة، وللإفادة من النصيحة الحق الصادقة التي لا تصدر إلا عن هذا الرجل المسن. بل أبناؤنا وحفادتنا يحفظون ما يسمى بالنكت، وما يسمى بالحاجيات، وما يسمى ويسمى، وبذلك يكون تعلق الأحفاد بالأجداد أكثر من تعلق الآباء بأبنائهم. فحينما يوجد الحفيد، الجد لا ينظر إلى والده، بل ينظر إلى حفيده ويعزه أكثر مما يعز. وكانت كذلك نظرة إجمالية على أن الإسلام اهتم بالمسن، واهتم وأعطى للمسن الحقوق، وحرم على المحاربين أثناء الفتوحات الإسلامية أن يقتلوا مسنًا أو يقتلوا امرأة أو يحرقوا زرعًا. لماذا؟ لأن الإسلام جاء للإصلاح ولم يأتي للانتقام. فكانت الحمد لله مداخلة، ومداخلة الأساتذة المشاركين كلها الحمد لله في المستوى، ونرجو من الله أن تتكرر هذه المناسبة، ولا سيما نحن في الاحتفالات بعيد المولد النبوي الشريف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.